خبر كان منذ قليل، طبعا اللجنة الأولمبية اجتمعت النهاردة وطلعت بعض القرارات الخاصة ضد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. يمكن طبعا البعض كان متفاجئ، يعني القرار طلع النهاردة، الأمور طبعا بالنسبة لرئيس نادي الزمالك إلى حد ما تعتبر صعبة، أو نادي الزمالك دلوقتي الأمور بالنسبة له صعبة لأن حتة الاستقرار مش هتبقى موجودة. لكن خليني أقول لكم القرارات اللي تم اتخاذها من اللجنة الأولمبية طبعا بعد التحقيق من اللجنة القضائية داخل اللجنة الأولمبية. خلينا أقول لكم في البداية طبعا، أو رقم واحد بالنسبة لهذا القرار، وقف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وتغريمه أيضا مبلغ 100,000 جنيه مصري لغير مما يترتب على ذلك من أثار، والتي منها على الأخص يعني مثلا الأثار يترتب على كده عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة التوقف. أيضا الأثار من ضمن الأثار عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراءات أو مراسلات أو غير أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة النادي إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة. يسري هذا القرار ابتداء من تاريخه ويخطر بجميع أطراف الشكوى محل القرار. ده بالنسبة ليه القرارات. طبعا حتى الان هل ردود الافعال، هل في استئناف، حاجات كتير جدا يعني اشوف بس فريق اعداد، لان يهمنا نعرف القرار ده هترتب عليه ايه. هل استئناف فيه بالنسبه ليه رئيس نادي الزمالك او لنادي الزمالك في استئناف على هذا القرار، او الامور ماشيه ازاي؟ هنشوف طبعا الايام القادمه الجايه ممكن هنشوف ايه اللي هيحصل من رئيس نادي الزمالك.